بالعكس انا ما حكيت عليها يا اخي، انا حكيت قلت الهيئه مشكوره ساعدتنا بالقيام ب سلاجة الكهرباء صلح المحاوله 20 ميجا ديت ايش فيها دي؟ طبعا هاي المحطة كانت خارج الخدمة بسبب حاجتها لصيانة وحاجتها لمواد. طبعا هيئتنا برميلان هيئة الطاقة تابعين طبعا احنا إلها قامت بترميمها وتظبيطها. طبعا ما كان هذا الترميم 100% لسه بحاجة، بس انه خلال بس تدخيلها بالخدمة حاليا هي داخلة بالخدمة. تغذي طبعا هي مدينة الشدادي وتغذي أريافها. طبعا احنا نناشد الجهات المعنية بالنظر بأمر هذه المحطة كون أهميتها وجودها، يعني طبعا الحاجة الماسة إلها. نتيجة العمليات الحربية، نتيجة الظروف التي مرت بها مدينة الشدادي، تعرضت الكثير من الأعطال. قامت الهيئة بجهود بسيطة جدا بإعادة تأهيلها، وهي بحاجة لصيانة أكثر، بحاجة لمواد صيانة من كافة المواد. إصلاح خلايا العشرين، لدينا ريف محرر حديثا واسع جدا بحاجة إلى تغذية، بحاجة لصيانة خلايا العشرين لأجل تغذية الريف المحرر حديثا.